بما أنه فرقنا كانت ديما حاضرة في دوري أبطال إفريقيا بقوة ونافست وما زالت تنافس على المراكز الأولى، فإن الجولات متاعنا زادة كانت عندهم بصمتهم وبرشة أهداف وتمريرات حاسمة بقات في بال الجماهير التونسية. اليوم باش نحكيه على العشرة الملعبية التوانسة اللي عندهم أكثر مساهمات تهديفية في الشامبيونز ليج. رقم 10 نلقاه بالتساوي وجدي بوعزي وعلي الزيتوني اللي عندهم الزوز 10 مساهمات تهديفية. الزيتوني سجل 10 بونتوات وبوعزي مركز 8 وعمل 2 اسيست. رقم 8 يجي محمد علي برمضان اللي عنده 13 مساهمة تهديفية، 12 هدف واسيست واحد الكلهم مع الاسبيرانس. بعد بن رمضان نلقاو هيثم الجويني اللي كان وراء 10 مساهمات تهديفية مع التراجي، فيهم 10 بونتوات و4 اسيست. رقم 6 يجي امين الشرميتي اللي عمل مع الاطوال 15 مساهمة تهديفية، 12 هدف و3 تمريرات حاسمة. بعد مهاجم النجم في المرتبة الخامسة طه ياسين الخنيسي اللي عنده 17 مساهمة تهديفية، 3 مع نادي صفاقسي فيهم 2 بونتوات و14 مع المكشخة فيهم 10 أهداف. الكلاسمون الرابع يجي يوسف المساكني اللي عنده 20 مساهمة تهديفية، 9 بونتوات و11 أسيست، وبنفس العدد نلقاو أنيس البدري اللي عمل له 12 هدف و8 تمريرات حاسمة. في المرتبة الثانية يجي أسامة الدراجي اللي عنده 30 مساهمة تهديفية في أبطال إفريقيا، 13 بونتو و15 أسيست مع الدراجي وهدف وأسيست واحد مع النادي الإفريقي. رقم واحد هو نجم الأهلي المصري علي معلول. معلول عنده حتى التو 52 مساهمة تهديفية، 18 هدف و34 تمريرة حاسمة من بينهم 5 أهداف و6 تمريرات مع السياسيس.